83 عاماً من العطاء والإبداع، شارك الفوج الكشفي في كل المناسبات منذ تأسيسه، وقدم خبرات شبابية نقلت رسائلها إلى العديد من دول العالم، حملوا رسالة سوريا المحبة والإخاء. نحتفل بشبيبتنا، بأبنائنا، بأمل المستقبل، هؤلاء الشباب الذين يعطون من وقتهم، من صحتهم، ليكونوا قدوة حقيقية لأبناء هذا الوطن الذي نعيش فيه. فنشكر الله على هذا اليوم وعلى أبنائنا كشاف السريان في مدينة القامشلي الذين هم رمز الطاعة والنظام والإخلاص. طبعا ذكرى غالية على قلوب جميع السوريين، جميع أبناء مدينة القامشلي، وخاصة أبناء الفوج الكشفي اللي صدروا أسماء لكل أنحاء العالم، خرجوا من هذا الفوج وكانت رسالتهم هي المحبة والسلام لكل أفواج العالم. خلال الاحتفال قدم فوج الكشاف العديد من اللوحات الفنية وعرض مسرحي عن الغربة والارتباط بالوطن والالتفاف حول الجيش العربي السوري. هذا الاحتفال هو دليل على أن سوريا انتصرت على الإرهاب، ولا نقبل أي تجاوز على سبل أراضي سوريا مهما تكلفنا من ثمن. نقدم التهنئة لهؤلاء الشباب، لهؤلاء الفتية، ونتمنى لهم أن يكونوا دائما تجديدي، دائما الشباب، شباب سوريا. عم نحتفل بذكرى تأسيس الفوج العزيز الغالي بالقامشلي. ذكرى تأسيسه هو 83 سنة. اليوم عم نحتفل بصارت مار جابرييل ونشكر كل الملافين اللي ساعدونا حتى نقيم هيك حفل كتير حلو. عم نحتفل مع بعض كل الكشفيين، نشكر كل القادة اللي ساعدوا بأنه يطلع الحفل كتير حلو. 83 سنة وللفوج الكشاف السرياني يعطي ويقدم لسوريا، ونحن باقون في سوريا ولن نذهب من هذه الأرض الطاهرة. تحية لسوريا وللجيش العربي السوري ولجيشنا البطل. تقديرا لمسيرة العطاء والجهود التي قدمت للفوج على مر السنين، تم تكريم عدد من رؤساء الفوج القدامى آملين بأن تبقى رسالة المحبة مستمرة في بلد السلام سوريا.